حتى الشعبية كان شايفها بشكل مختلف. ليه؟ لأن ببساطة كابتن نادر السيد كان عنده توجه واضح، خده كتير جدا من الآخرين. هو عارف إن بعد تصريحاته اللي فيها افتراء على النادي الأهلي وفيها كتير جدا من المغالطات اللي سهل جدا نقعد نرد بالمنطق لبكرة فيها وفي كابتن مصطفى مراد فهمي وغيره، ولكن هو عارف إن سكته مع النادي الأهلي اتقفلت. دايما كده خدها قاعدة، سكتي مع النادي الأهلي اتقفلت، هتلاقي على طول الموضوع بيبدأ يطلع وأبدأ أخلق بطولة وهمية. ما ادورش على لوائح، ادور على شعار ممكن مكتوب على يافطه ان انا بطل نادي القرن، ادور على ان شعبيتي اكتر، ادور على حاجات كتير جدا احاول بيها اكسب شعبيه بديله واكسب جماهيريه بديله وابقى بطل في عين جمهور نادي المنافس، عشان هي دي الطريقه الوحيده بس اللي هترجعني للاضواء. عايز ترجع على الاضواء مش على حساب النادي الاهلي، لان النادي الاهلي شعبيته كلنا عارفينها. لو انت مش مصدقها في مواقع التواصل اللي انت انكرتها واللي العالم كله بياخدها مقياس ومؤشر تسويقي، تعال نعرفك مين كمان في الخليج وفي كل الدول شايف ان النادي الاهلي شعبيته كبيرة. نطلع ونشوف الفيديو. انت اسمك ايه؟ هاشم الكيلاني. هاشم كيلاني. هاشم بتشجع اي نادي في مصر؟ في الاردن. في الأردن بشجع فيصلي ولا الوحدات؟ الوحدات. الوحدات في مصر. وقول لي، أنت تعرف أندية في مصر ولا ما تعرفش؟ الأهلي، الزمالك، بتشجع الزمالك؟ شكلك بتشجع الزمالك. لا لا، النادي الأهلي بقى يا عم. طيب، الفيديو ده من أكتر اللحظات سعادة بالنسبة لي. ليه؟ مش مجرد ان هو رد على كابتن نادر السيد، لان انا اسف، راي كابتن نادر السيد لا يعنيني اطلاقا، لان هو بيستند على مجرد افكار غير منطقيه ممكن اي حد معدي يرددها، لان ما فيهاش منطق وما فيهاش واقع. ولكن ليه راي الطفل ده تحديدا يعنيني؟ لانه بياكد نظريه انا طول الوقت بتكلم فيها. الزمالك كان عنده شعبيه كبيره جدا في الخليج وقت كابتن حسن شحاته ولاعبين اخرين كان لهم تاثير في دوريات خليجيه، ولكن بحكم اي شيء تسويقي، الاجيال اللي طالعه في مختلف الدوليات وليس الخليج بس، شافوا منتخب مصر اللي بياخد 2006 2008 2010 واسال كده النجوم ابو تريكه الحضري وائل جمعه، كان اكترهم منين؟ من النادي الاهلي. كل ده بيفرق في الشعبية والجماهيرية. شافوا النادي الأهلي مسيطر على القارة بالطول والعرض آخر 20 سنة وبيحقق 7 دوري أبطال وبيشارك في كأس العالم للأندية كده إن شاء الله 7 مرات. ده برضو بيخلق شعبية. سمعوا عن النادي الأهلي هو اللي بيسيطر على مصر وإفريقيا، هو القطب الأوحد في مصر وإفريقيا. كل ده بيخلق شعبية. فبالتالي إن أنا أفضل أقول تابوهات أو كلام معلب على مدار سنين بيتردد، لا، كل شيء بيتدرس وبالتسويق وبطبيعة المرحلة. النادي الأهلي هو الأكثر شعبية داخل مصر وخارج مصر بحكم الواقع والمنطق. هو الأفضل بالنسبة لي في الفيديو ده إن هو رد على الفيديو الأولاني اللي بيقول ده مواقع افتراضية. فلما يجي في مواقع افتراضية وانت بالخلفية الذهنية دي وتسأل الطفل تقول له اكيد زملكاوي، فالطفل يصدمك ويقول لك اكيد اهلاوي. فاعتقد نقلك انت للمرحلة اللا افتراضية وحطك في الواقع وشفت بنفسك ان الموضوع مش مجرد ارقام على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الاهم كان فيه صدمة اخرى او واقع اخر مر بيه الكابتن نادر السيد في موضوع الشعبية. نطلع ونشوف الفيديو ونرجع نعقب. محكوس خالد اتفضل. الكابتن نادر يوم كان معاه الطفل الزملكاوي فقال له ان احنا الاهلي بيكسب، بيحبوا الاهلي عشان الاهلي بيكسب، احنا بنحب الزمالك عشان الزمالك عايزينه يكسب. يا كابتن نادر انت لعبت في الاهلي. ما انا عارف. ما كانش حد خاطبك انك تلعب في الاهلي يعني. ماشي، بس عادي. اهلي وزمالك. انت ما في تصريحات على اليوتيوب كنت بتقول ان الاهلي اعظم نادي. وبقول الاهلي اعظم نادي، الاهلي من اعظم الانديه. بلاش تتكلم على الاهلي يا كابتن نادر، ربنا يخليك. الاهلي اعظم نادي يا ايمن، بس ده لا يمنع ان انا زملكاوي. يا اخي ايمن، ازاي اسكندراني وبتشجع الاهلي؟ يعني المفروض تشجع الاتحاد. لا، اسكندريه على فكره يا استاذ خالد. ايوه، اسكندريه كلها اهلاويه والله. هم الاتحادويه يا راجل، ازاي؟ كله زملكاوي. اكتر ناس البلد اللي بيقولوا عليها تلاقيهم كلهم اهلاويه، حتى الخليج يقول لك الخليج كله زملكاوي. ما اعرفش منين، انا ليا في حصه الكويت. لا لا لا، انا كويتي اهلاوي. انا كويتي اهلاوي. انا كويتي اهلاوي. وانا عماني اهلاوي. كنا الاهلي.
انا كويتي اهلاوي، انا عماني اهلاوي. بنشكر طبعا جمال مبارك الكويتي الاهلاوي، وطبعا الاستاذ احمد رواس والاستاذ جمال مبارك، الاستاذ احمد رواس العماني الاهلاوي. وفعلا بقى من واحد كان عايش في سلطنه عمان، لو في شعبيه لكره القدم المصريه فهي تتمثل في شيئين فقط لا غير في سلطنه عمان، منتخب مصر والنادي الاهلي فقط لا غير. لان تقريبا في شريحه كبيره جدا من بعد قنوات اخرى كانت اي ار تي ما تابعوش بشكل كبير جدا فرق اخرى، ولكن حتى المتصل في اسكندريه واصرار الكابتن نادر ان هو يقول له انت المفترض تكون اتحداوي. ليه المفترض؟ هو ليه المفترض؟ هو حد قال لك انت المفترض عشان لعبت في النادي الاهلي تكون اهلاوي؟ مفيش حاجه اسمها مفترض، كل مشجع ورغبته. هو شايف ان هو لازم يكون اهلاوي وشايف ان اسكندرانيه اهلاويه. انا اصلا معايا فارس من اسكندريه. مستغربك بصراحه، ده انا الناس هتقف لي على بوابه اسكندريه. اسكندريه شعبيه النادي الاهلي اي حد عارف ودخل مدرج وشاف الماتشات، شعبيه كاسحه هي لا يمكن مقارنتها باي نادي تاني، خصوصا لو منافس. اكيد الاتحاد لكل تقدير، ولكن كمان بتكلم على خارج الاتحاد بالتاكيد. ولكن حتى الدول العربيه حاليا اللي مهتمين بالكره المصريه، حابب اكد لان عشان نكون امناء ونكون واضحين، الدول العربيه او الشعب العربي حاليا بقى مهتم بالكره الاجنبيه او الدوريات الاوروبيه بشكل كبير جدا. ولكن اعتقد الصدمه كانت واضحه لكابتن نادر السيد. النقطه اللي توقفت عندها اللي لما قالوا له انت كنت بتقول ان انت اهلاوي، لا ده الكابتن نادر السيد قال اكثر مما هو اهلاوي، واتكلم كتير وعمل برنامج هنا في قناه نادي الاهلي بره الملعب، وجاب ابنائه اللي طبعا ابنه حاليا حارس مرمى ناشئ في نادي الزمالك، وكان بيتكلم قد ايه الاسره كلها بتنتمي للنادي الاهلي. ابنه مسؤول سؤال في البرنامج ده، انت بتشجع ايه يا حبيبي؟ قال بشجع النادي الاهلي. عايزين بقى ما نتوقفش كمان عند فكره الخليج. لو شفنا مدرب مساعد منتخب لبنان جمال طه وهو بيتكلم على توزيع لبنان من ناحيه التشجيع اهلي وزمالك، وعلى فكره يعني لبنان الاهلاويه فيها متعصبين جدا. نطلع ونشوف الفيديو. انت بتتابع الدوري المصري، انت اهلاوي ولا زملكاوي صحيح يا كابتن؟ ما دام انا زملكاوي. طب دي حاجه جميله يا كابتن، يعني اكيد في لبنانيين اهلاويين، وفي بس مين الاكثر يا كابتن بتشوفه في لبنان، الاهلي والزمالك يعني في فكره المتابعه او لا؟ لا مثل مصر، مثل مصر الاهلاويه اكثر من الزملكاويه بلبنان. هو زملكاوي فاعتقد اللي بيتفرج علينا اتخض في البدايه، ولكن اكد ان شعبيه النادي الاهلي في لبنان اكتر بكتير جدا. يعني يمكن الناقد اللبناني علي الزين تشوف اراءه الاهلاويه وتتكلم معاه يقول لك ان لبنان تتنفس بحب النادي الاهلي. لا انا عايز اقول نقطه مهمه تانية، هو زملكاوي ولكنه حقاني واقعي، برغم ان هو زملكاوي قال ان شعبيه النادي الاهلي اكتر في لبنان. نتمنى الكابتن نادر السيد يعني ياخد اي شيء من واقعيه المدرب، مدرب منتخب لبنان جمال طه. لكن هنروح بقى، طب هو ما راحش لبنان صح؟ لا ما راحش. هنروح لنجم كبير جدا له مننا كل تقدير والاحترام، الكابتن علي خليل طبعا. أسطورة الملاعب المصرية اللي دايما عندما يذكر اسمه يذكر الاحترام والتقدير من كل جماهير كرة القدم المصرية، ومحاولة من الضغط عليه هل رضخ ليها؟ نشوف الفيديو ونرجع نعقب. قطر بمنتهى الصراحة، شعبية الزمالك والأهلي هناك ايه؟ كبيرة جدا. مين أكبر؟ صراحة ممكن يكون الاهلي شويه ازيد. ازيد؟ والله ده اول رأي. اكتر شويه بس انا عاوز اقول حاجه، انا بتكلم على الاماراتيين والقطريين. الاماراتيين لا ما بتكلمش على المصريين، انا بتكلم الاماراتيين والبحرين هو فيهم اهلي وفيهم زمالك. جمع الضغط شويه، قال الاهلي ازيد، ولكن ازاي ده مش هتخدم توجهاتنا دي، فقال يعني ازيد شويه. وطبعا كابتن علي خليل ما بيحبش يعني يحرج مقدم البرنامج، ولكن هنا بقى من كابتن نادر السيد رساله مهمه جدا لنجوم النادي الاهلي في الاعلام الرياضي. شايفين كابتن نادر السيد وهو بيدافع في قضيه باطله بقرار من الفيفا ما فيهاش اي نوع من انواع العداله، لان في مستند رسمي منح الاهلي لقب نادي القرن بيدافع باستماته. اتمنى من نجومنا في القنوات الفضائيه يكونوا مع قضايا النادي الاهلي العادله ويكونوا بمنتهى القوه.